السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. اليوم اخوان راح يسلم المهرة لصاحبها مؤيد ابو حسن، صاحب المهرة اللي كرصتها افعى الحراش في المنشارية. ان شاء الله اليوم نسلمه اياها 100%، فيش فيها ولا اشي، وجاهزة من كل النواحي، يعني ما بنزل تعطيها ولا اي نوع دواء الا اذا صار اي تطور معي بقول لك شو تعطيها. هسا بجيبها بفرجيك اياها بتشوفنا شو رايك فيها ان شاء الله. الزيتونه تبعت ازاز يسلم يسلم يا ابو بكر. كيف؟ يقلب عليك وتاخذ خيرك هو. شايف؟ ضل محل الجرح شيء بسيط. هذا بس بضلك ترش عليه دواء تقريبا كتم النزيف وبكا. بكبيها اكيد 100%. بكي فيها جروح جنب. ايوه جروح هانا. الكل كله كتم ولحم 100%. تسلم تسلم. ابو ابراهيم جبنا لك سياح. معك عدل ولا شو؟ لا باين ما بنشوف. هاي من هان هذا غصن قديم. حطيت له وين حبيت له؟ حطيت له ايوه الضقمة. واحنا هان هيك شيء ضقمتها. هاي في برازيل. مليان. امازوني. فيش معك حبل؟ لا بيجي تربطها. بالنسبة للمخازن اللي خسرت انا بديش اعطيك ايش انا بس بدي اعطيك ايش اللي طلع من ايدك يا زلمة على القديم. شو لا يا زلمة ايوه والله ولا شيء ولا شيء احنا بنعالج بالله تعالى وانا بسعدني اني عالجت خاصي. الله يسلمك عليك والله يا ابو اللي طلع من ايدك اللي حطيته خلينا نعطيك بس هات لي اياها. عشان نعرف تطلعها يلا يلا سلامات الله يسلم عليك تعال اصعد يلا قدم قاعد عند الحصمة. ايش يا محمود؟ طيب شو اخبارك؟ الله بخير. شو غسلة العيد؟ ايه؟ غسلة العيد؟ لا والله الخمجات طبعا انا حشك خليني احمد الخمجات بتقدر تيجي هيك احسن؟ شو؟ ما هو شوي عشان تعرف تطلع المهرة بتعرف تطلع هيك؟ بتطبش الدرج بتطبش المهرة. Thank you.
اطلع انت قدام. ها اطلع يلا. شوي جاهله